يقول ما المقصود بلقطة الحرم وما حكمها؟ المقصود بلقطة الحرم المال الضائع في الحرم، المال الضائع في الحرم، فمن وجده فإنه يأخذه وينادي عليه وينشد عليه في الأماكن التي يرجى فيها وجود صاحبه ولا يتموله أبدا، لأن لقطة الحرم لا تتمول، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطته، يعني الحرم، إلا لمنشد، يعني من يأخذها ويبحث عن صاحبها. وإذا كنت تقول أنا لا أستطيع أني أبحث عن صاحبها، فهناك جهة مختصة للأموال الضائعة، جهة حكومية مختصة للأموال الضائعة عند المسجد الحرام، تذهب إليها وتسلمها هذه اللقطة.